السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ إن شاء الله. كان باقي لنا بس محاضرة واحدة في بارت 1 خاص بمقرر الماتيريال هاندلينج، هنكمله النهاردة إن شاء الله. طبعا احنا وقفنا المرة اللي فاتت أو آخر مرة كان عند موضوع البيلت كونفير والكالكوليشنز الأساسية بتاعت البيلت، وتقريبا خلصنا الجزئية كاملة. طبعا كان باقي موضوع واحد أو توبيك واحد، وهو الموضوع الخاص بالكول. شابتر 5 بيتكلم على الكولم كالكوليشن. التوبكس اللي هنتكلم عليها النهاردة هيبقى يعني ايه كولم او الديفينيشن اوف كولم. هنتكلم على الكولم ابليكيشنز، وخاصة الابليكيشنز بتاعت الكولم او التطبيقات بتاعت الكولم في المجال بتاع الماتيريال هاندلنج. طبعا الكولم لما نبتدي نتعرف عليها هنعرف ان في ظاهرة مهمة جدا بتحصل للكولم، وهي ظاهرة الباكلينج او الانبعاج. الباكلينج او الانبعاج ليه فورمولا او ليه ايكويشن بتبتدي تحدد لي الفاكتورز او العناصر اللي بيعتمد عليها الباكلينج او اللي بتكون مؤثرة في الباكلينج، وده بيكون من خلال ايكويشن اسمها الاويلر ايكويشن او الاويلر باكلينج. هنبتدي برضو ندي نبذة سريعة عنه كده. بعد كده هنتكلم على تأثير الاند سبورت كونديشنز او التثبيتة بتاعت الكولم نفسه، هل بتفرق في شكل الباكلينج ولا لا، هل بتفرق في الحسابات او الكالكوليشنز بتاعت الباكلينج ولا لا. ده برضه هنبتدي نعرضها ونعرض الحالات المختلفة للاند سبورت كونديشنز. بعد كده هنبتدي نستعرض الكولم كالكوليشنز او الحسابات اللي احنا هنستخدمها اثناء الحل، ودي طبعا القوانين اللي موجودة معاكم في الداتا شيت. ثم هنبتدي نعرض الجزء بتاع السولفد اكزامبلز، التطبيقات على الكولم ككالكوليشن. لو هنبتدي نتكلم على الديفينيشن بتاعت الكولم، فاحنا بنقول ان الكولم ده هو عبارة عن vertical structural element. ومعنى vertical structural element هيجي في دماغي على طول ان الوضعية بتاعت الكولم بتكون في وضع رأسي. طبعا الكولم بيتقال عليه ان هو كولم سواء كان واخد وضع diagonal او وضع horizontal او وضع رأسي. وفي ابليكيشنز كتيرة هنبتدي نستعرض فيها شكل الكولم عامل ازاي. اللي بنركز عليه قوي ان الكولم دي هي عبارة عن compression element، مجموعة من الالمنت او مجموعة من العناصر اللي بتتحط في وضعية داخل الابليكيشن بتاعي، وبتتعرض لنوع من الاسترس عبارة عن compression. الكولم دي هلاقيها الابليكيشن بتاعتها منتشرة في حاجات كتيرة جدا. هتلاقيها داخل البيلدينج فريمز، هتلاقيها في التراسز، هتلاقيها في الماتيريال هاندلنج اكويبمنت، بعض المعدات او الاجهزة بتاعت عملية المناولة موجود فيها كولم. الكرينز او الاوناش او الكاتيجوري بتاع الكرينز اللي اتكلمنا عنها قبل كده موجود فيها كولم. الروبوتس كبارت من الاجزاء اللي بتستخدم في عملية المناولة برضو يعتبر الفريم بتاعه بيبقى فيه بعض الاجزاء موجود فيها كولم. كل الكلام ده هنبتدي نستعرضه ونقول ايه هي الابليكيشنز اللي موجود فيها العناصر دي او الكومبريشن اليمنت دي، ونبتدي نشوف ايه هي اللودد اللودز اللي بتبتدي تقع عليها، وازاي بحسب اللودز دي. الكولم لما باجي اتكلم على الديزاين بتاعه مهم جدا، لان العناصر دي بتحتاج للارج سيفتي فاكتور، لان هنعرف بعد شوية ان الكولم بيتعرض لمشاكل عند لود صغيرة جدا، قد تكون اللود دي تحت الالاستيك ليميت، يعني ما بوصلش لمرحلة الديفورميشن وممكن يحصل مشكلة.
لو بتكلم على الكولم ابليكيشنز هبتدي الاقي ان الكولم بيستخدم في ابليكيشنز كتيره جدا. على سبيل المثال بيستخدم ككمبريشن ممبرز داخل التراسز، بيستخدم في البريدجز والتاورز، بيستخدم في البيلدينج فريمز، في التنكات بتاعه الميه، في الكرينز او الاوناش، في الهوستنج اكويبمنت الحاجات اللي بستخدمها في عمليات الرفع، بيستخدم في الوير هاوس شيلفنج في الارفف بتاعه المخازن اللي انا بخزن عليها الماتيريالز. ودي بعض الصور اللي احنا بنستعرضها للابليكيشنز دي. لو بصيت على حاجه زي كده، لو انا بتكلم على البيلدينج كولم الاعمده بتاعه المباني او الكونستراكشن بروجكت، لو بتكلم على الووتر تانك يبقى هلاقي ان ده عباره عن كولم. لو بتكلم على الدياجونال اليمنت دي تعتبر داخل البريدجز او التراسز، دي تعتبر برضو جزء او نوع من انواع الكولم. لو بتكلم في مجال الماتيريال هاندلنج او عمليات المناوله، هلاقي ان الكرينز دي اشكال الاوناش المختلفه بيبقى داخل فيها الكولم. فعشان كده مهم جدا ان انا اعرف الديزاين بتاع الكولم وابتدي اشوف ايه هي الاحمال اللي بيتعرض ليها وازاي اعمل ديزاين او استراكشر للكولم ده. برضو الوير هاوس شيلفنج الارفف بتاعه المخازن بتعتمد على مجموعه من الكولم. بعض اجهزه المناوله زي الفورك ليفت، زي حاجه اسمها الباليت ستاكر، كل الكلام ده بيعتبر ابلكيشنز على الكولم. نبتدي بقى نتكلم على الظاهره الاشهر بالنسبه للكولم بتاعنا، مشكله الباكلينج. كلمه باكلينج هي عباره عن انستابيليتي في الايكوليبريم بتاع الاستراكشر بتاعي. يعني انا لما ببتدي الاليمنت بتاعي او الكولم بيتعرض لكمبريسيف لود او كومبريسيف ستريس، بيبتدي يحصل له الشكل اللي قدامي ده، بيحصل له زي بيندنج. البيندنج ده بيسبب حاجه اسمها الباكلينج، وده ظاهر في بعض الاعمده او بعض الكولم اللي بيتعمل عليها اختبارات في الصوره. طيب مشكله الباكلينج ايه؟ مشكله الباكلينج انه بيحصل كسادن فيلير او حاجه مفاجاه. بمعنى ان انا عارف ان انا لما بعمل كومبريشن على الماتيريال، الماتيريال دي المفروض ان هي بتنضغط لحد ما بتوصل لجزء معين ويحصل لها فيلير، بتوصل لحاجه اسمها الكومبريسيف سترينث. ده لو انا بطبق المبدا بتاع الفورس على الاريا، لو انا عندي الفورس اللي انا باثر بيها على الاريا بتاعه الكولم، بوصل ان الماتيريال بتدخل في مرحله الالاستيك زون، ثم مرحله البلاستيك زون، ثم مرحله الفراكشر. طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم عنه هنا لا، بعيد كل البعد عن اللي احنا بنقوله. احنا ظاهره الباكلينج مشكلتها ان هي بتحصل عند احمال اقل بكتير من الاحمال اللي بتسبب فيلير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن ااثر على الماتيريال فلو اقل من الالاستيك لود، يعني لود صغير جدا داخل منطقه الالاستيستي بتاعت الماتيريال، ويسبب لي باكلينج بالشكل اللي قدامي ده. فعشان كده مهم جدا جدا ان انا احدد قيمه الباكلينج قد ايه، واعرف الكريتيكال لود اللي بيبتدي ياثر على الماتيريال فيسبب لها باكلينج، عشان اقدر احدد السيفتي فاكتور بتاعي لما اجي اصمم الكولم دي. طيب بناء على الكلام ده هنبتدي نشير لنوعين من الكولم. في حاجه اسمها الشورت كولم، والشورت كولم بيعني ان الراشيو ما بين الديامتر واللينس بتاع الكولم صغير جدا، فبالتالي الكولم اللي بالشكل ده او الشورت كولم مش هي المقصوده في الشابتر بتاعنا. ليه؟ لان الشورت كولم دي لما باجي اطبق عليها مبدا الكومبريسيف لود، معناها ان انا بعرض الماتيريال لكومبريسيف ستريس. بمعنى ان انا عندي البي ايكوال الفورس على الاريا، يبقى انا عندي الفورس المؤثره على
الكولم وعندي الاريا بتاعت الكولم. طيب ايه اللي بيحصل لما بأثر على الشورت كولم دي عند لود معين؟ بيبتدي يحصل لها ما يسمى بالكراشينج، بيحصل لها فيلير، بتبتدي يحصل لها عملية سحق، او بتبتدي توصل ان هي تضغط لحد ما ينفصل الجزئين عن بعضهم او الليرز عن بعضها. طيب الشورت كولم ما بتديش فرصة لحدوث الباكلينج. ليه؟ لان انا جاست ان انا بضغط بوصل لمرحلة الفيلير قبل ما اوصل لمرحلة الباكلينج، نظرا للريشيو اللي موجودة ما بين الديامتر واللينس مش كبيرة قوي. فبالتالي بلاقي ان اللود اللي ناتج عن التأثير بتاع الكمبريشن هنا بيسبب لي كراشنج قبل ما يسبب باكلينج. فعشان كده مشكلة الباكلينج ما بتظهرش في الشورت كولم. طيب مشكلتنا في ايه بقى؟ مشكلتنا في اللارج كولم. اللونج كولم او الكولم اللي بيبقى الريشيو فيها ما بين الديامتر وما بين اللينس كبير، يعني انا الاقي الديامتر بتاع الكولم صغير في حين ان الطول بتاعه كبير جدا، ففي ريشيو اسمها السلندر نس ريشيو، دي بلاقيها كبيرة جدا، معناه ان الكولم ده في مشكلة او ممكن يظهر له ظاهرة الباكلينج. فبالتالي اللونج كولم بتتعرض لباكلينج عند لود صغير جدا، وده بسببين. السبب الاولاني ايه هو؟ ان اللود مش متسنتر صح، يعني اللود اللي بيأثر على الكولم ده مش موجود على محور واحد، في ترحيلة. الحاجة التانية ان الكولم نفسه في imperfection او في عيوب. طبعا احنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها perfect crystal او perfect material، بلاقي دايما ان الماتيريال لازم بيبقى فيها imperfection، فنتيجة الكلام ده بيبقى في مشكلة او في ما يسمى بالباكلينج داخل اللونج كولم. طبعا اول واحد فسر الظاهرة دي واحد اسمه اويلر، وعمل اكويشنز. الاكويشن دي بتفسر الايلر باكلينج او الظاهرة بتاعت الباكلينج بتتحسب ازاي. فالعلاقة بتاعتي ابتدى يربط ايلر ما بين الكريتيكال لود اللي بيأثر على الكولم وما بين البروبرتيز بتاعت الشكل، يعني ابتدى يشوف اللينس بتاع الكولم، يشوف المودلس اوف الاستيستي او اللي هو متعلق بالستيفنس بتاعت الماتيريال، ابتدى يشوف المومنت اوف انيرشيا، وابتدى يجمع العلاقة ما بين الكلام ده، فوجد ان البي كريتيكال اللي انا بأثر فيها على الكولم بتكون ريليتد لمجموعة من البروبرتيز متعلقة باللينس بتاع الكولم، متعلقة بالمودلس اوف الاستيستي بتاعت الماتيريال اللي مصنوع منها الكولم، متعلقة بالمومنت اوف انيرشيا اللي هو بنسميه الاي او السمولست مومنت اوف انيرشيا، لان انا بيبقى عندي المومنت اوف انيرشيا في حوالين محور اكس وفي حوالين محور واي، فبجيب الاي اكس او الاي واي واشوف مين المينيمم فيهم او السمولست فيهم. فدي الايكويشن اللي بتفسر الكلام ده، وده كان موضوع الباكلينج سريعا كده كجزء نظري بنتعامل معه. نبتدي بقى نتكلم على الجزء اللي احنا هنستخدمه في المسائل. طبعا لما بيجوا يعملوا كولم ديزاين او يبتدي يتعامل مع حتة الشكل بتاع الكولم، ففي حاجة اسمها الافكت اوف اند سبورت كونديشنز. يعني ايه؟ يعني الكولم ده بيبقى ليه شكل في التثبيتة بتاعته، بناء على الشكل اللي متسبب بيه الكولم بيبتدي يحدد قيمة الباكلينج اللي ممكن يحصل له. طبعا الكلام ده معمول من خلال حاجة اسمها الامريكان انستيتيوت اوف ستيل كونستراكشن او AISC. دي طبعا بتديني ريكومندد افكتيف لينس فاكتورز، في فاكتورز كده انا بستخدمها بناء على الاند كونديشن. طيب الاند كونديشنز دي سيادتك هتعرفها منين؟
المفروض ان انا هديها لك من خلال مجموعة من الاشكال اللي هي الديجري اوف سلندرنس اللي بنسميها داخل الداتا شيت، هي مكتوبة الديجري اوف سلندرنس. طيب شكلها ايه؟ ده كده الكولم بتاعي ممكن يكون حاجة اسمها بايند بايند، يبقى انا هحدد لك داخل الاكزامبل بتاعي او المسألة هو الكولم اللي انا مديهولك هل هو التثبيته بتاعته بايند بايند ولا فري فيكسد، فري من اتجاه وفيكسد من الاتجاه الاخر، ولا هو فيكسد فيكسد ولا هو بايند فيكسد. يبقى دول الاربع حالات اللي هنلاقيهم داخل الداتا شيت. لو فتحت الداتا شيت هتلاقي الاربع حالات موجودين. طيب بستفيد منهم ايه او بطلع منهم بايه؟ لو انا جيت قلت لك في المساله بتاعت الكولم ان الكولم بتاعي بالمواصفات اللي انا هديها لك داخل المساله، قلت لك ان النهايات بتاعت الكولم بوث اندز ار بايند، الاثنين بايند بالشكل ده. طيب انا ببقى مديك حاجه اسمها ال بتاعت الكولم، الطول بتاع الكولم، يبقى ال ده بيمثل بارامتر بيسمى الكولم لينث. جميل. اللي انت بتحتاج ان انت تستخدمه داخل الحسابات بتاعت الكولم هو ما يسمى بالباكلينج لينث. الباكلينج لينث ده بسميه الاس كي. لو انا قايل لك في المساله ان البوست اندس ار بايند، انت بتروح على طول الشكل اللي موجود في الداتا شيت عندك، بتلاقي ان في الحاله دي الاس كي هو ال، يعني مقدار الباكلينج اللي بيحصل للكولم ده تقريبا ايكوال طول الكولم. لو انا فردته هيطلع تقريبا نفس الطول بتاع الكولم. دي الحاله الاولانيه. او ان انا ممكن اديك الكيس الثانيه، اقول لك ان one end is bind والother end fixed، يبقى واحد bind واحد fixed. في الحاله دي بقول ان انا لو مديك الطول بتاع الكولم، زي مثلا ان انا قايل لك ان الطول بتاع الكولم 10 متر، في الحاله دي الاس كي او الباكلينج اللي بيحصل للكولم اللي هو الجزء ده بيبقى حوالي 75% من ال، يبقى ساعتها انت هتضرب ال 75% دول في الطول اللي انا مديهولك مثلا اللي هو ال 10 متر، تقدر تعرف قيمه الباكلينج لينث قد ايه. الحاله الثالثه ان انا لو مديك البوست اندس ار فيكسد، لو انا ده فيكسد وده فيكسد وده قيمه الباكلينج اللي انا عايز احسبه، فبقول لك لو انا قايل لك الحاله دي يبقى الاس كي تقريبا بيحصل نص ال، مقدار الباكلينج اللي بيحصل بيبقى حوالي نص ال. اخر حاله ان انا اقول لك ان في اند فري واند فيكسد، ففي الحاله دي الاس كي تقريبا بيساوي الاثنين ال او الاثنين كولم لينث. طبعا الاربع حالات دول هتلاقيهم موجودين عندك داخل الداتا شيت مرسومين بالشكل ده. هنا الاس كي ايكوال ال، الاس كي 75% ال، الاس كي نص ال اللي هي فيكسد فيكسد، والاس كي ايكوال 2 ال اللي هي الفري فيكسد. يبقى دول الاربع اشكال لو انا قلت لك، فانت بتبقى عارف ان ده عباره عن بايند بايند، ده عباره عن بايند فيكسد، ده عباره عن فيكسد فيكسد، ده عباره عن فري فيكسد. طيب الكولم ديزاين او الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ طبعا القطاعات بتاعت الستيل اللي بتستخدم مع الكولم بيبقى ليها اشكال مشهوره قوي. فانت عندك يا اما بيبقى على شكل حرف ال، على شكل حرف اي، على شكل حرف سي. لو بصينا على الكلام ده هنلاقي ان انا بتكلم اول حاجه في الكولم كالكوليشن على السيمبل كولم. سيمبل كولم يعني انا هجيب لك المساله، شكل المساله او القطاع بتاعي حاجه من الثلاث حاجات دول، يا اما اقول لك ان الكولم بتاعي على شكل حرف ال، او على شكل اي سيكشن، او على شكل سي سيكشن. يبقى اي واحد من دول يبقى انا هتعامل ان انا بتعامل مع الحاله الاولانيه ان هو سيمبل كولم، او التطبيق بتاعي
مستخدم في كولم شكله بسيط جدا، حاجة من الثلاث قطاعات اللي موجودين قدامي دي. طيب المسألة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ لو انت فتحت الداتا شيت بتاعت الجزء الخاص بالكولم ديزاين، هتلاقي ان اول حالة مكتوب لك عليها ان انت مطلوب منك ان انت تحسب الاسترس اللي اسمه سيجما وتشيك اباوت ات، يعني تبتدي تختبر الاسترس ده كويس او اكبر من الالاوبل ولا اقل من الالاوبل ولا ايه بالظبط، هل الديزاين سيف ولا لا. فدي الحاله الاولانيه هتلاقيها مكتوبه كده رقم واحد عندك في الداتا شيت. حلو، في الحاله دي بنبتدي نعمل ايه؟ المساله بتجيلك ببقى محدد لك نوع السكشن، يبقى انا اول حاجه هتلاقيني جاي في المساله بديك ان انا عندي اي سكشن سي سكشن ال سكشن، يبقى انا محدد لك. حلو، مش كده وبس، الاي سكشن ده في كذا جدول ليه هنبتدي نتعرض ليهم بعد شويه. في حاجه اسمها الاي بي بي، في حاجه اسمها اي بي بي ال، يعني دي اسامي قطاعات للسكشنز بتاعه الار. فانا هبتدي احدد لك الكود بتاع السكشن ده، اقول لك سي مثلا ان انا هشتغل على اي بي بي ال، يبقى انت هتبتدي تشوف القطاع ده. طيب خطوات الحل ايه هي؟ بناء على السكشن اللي انا اديتهولك او اديتك رقمه، هتبتدي تجيب حاجه اسمها البروبرتيز بتاعه السكشن. ايه هي البروبرتيز بتاعه السكشن؟ احنا شفنا من شويه ان الاويلر ايكويشن معتمده البي كريتيكال بتاعتها على البروبرتيز بتاعه السكشن، اللي هي متعلقه بالاريا بتاعه السكشن، بالمومنت اوف انيرشيا، بالمودولس اوف الاستيستي. دي حاجات اساسيه لازم احسبها عشان وانا بعمل الديزاين بتاع الكولم. حلو، يبقى انا بناء على السكشن اللي انا مديهولك هتروح للتيبل اللي هنشوفه هنستخدمه ازاي بعد شويه، تبتدي تطلع لي الاريا بتاعت الشكل سواء ده او ده او ده. طيب تبتدي تطلع حاجه اسمها الاي اكس كابيتال، الاي واي كابيتال، الاي اكس سمول، الاي واي سمول، ولو كان القطاع على شكل حرف سي بيبقى في حاجه كده اسمها الاي واي، وهنشوفها برضو قدام في الشرح. طيب بعد ما طلعت البروبرتيز دي، تاني خطوه بروح احسب حاجه اسمها الديجري اوف سلندرنس. ايه هي الديجري اوف سلندرنس؟ ده فاكتور مهم جدا بحسبه عشان اروح اعرف قيمه الباكلينج اللي هتحصل للكولم ده. طيب بيتحسب منين؟ برضو هتلاقي القانون ده مكتوب جوه الداتا شيت بتاعك، ان الديجري اوف سلندرنس اللي اسمه اللامدا بيتحسب من قيمه الاس كي على الاي مينيمم. يعني ايه الاس كي؟ انا ببقى مديهولك جيفن في المساله، ان انا بقول لك طول البيم ده قد ايه اللي هو الكولم لينز، وبقول لك الاند كونديشن، بقول لك هو بايند بايند ولا فيكسد فيكسد ولا ايه بالظبط من الحالات الاربعه اللي شفناهم. بناء عليه بتحدد مين قيمه الاس كي بتساوي كام، او بديك الاس كي مباشره اقول لك اس كي ايكوال كذا. طيب وانت هنا طلعت البروبرتيز بتاعت الشكل. طيب البروبرتيز بتاعت الشكل فيها اي اكس سمول واي واي سمول، بشوف مين فيهم المينيموم. دول ده مثلا سي مثلا ده 10 وده 15، يبقى ده المينيموم، يبقى ابتدي احطه هنا في القانون. بحسب اللامدا، قيمه اللامدا اللي بتطلع ببتدي اخدها ريليتد تو لامدا، والستيل تايب بديك نوع الستيل اللي مصنوع منه الكولم. يعني ايه؟ يعني انا عندي في الداتا شيت تلاقي في حاجه اسمها ستيل 37، حاجه اسمها ستيل 52، فانا هبقى محدد لك في المساله الستيل تايب، اقول لك هو ستيل 37 ولا ستيل 52. من اللمضة اللي انا حسبتها والستيل تايب اللي انا مديهولك جيفن في المساله، هتبتدي تطلع حاجه اسمها الباكلينج فاليو، قيمه الباكلينج اللي ممكن يتعرض ليها الكولم ده. طيب بناء على الكلام ده، انا كان مطلوب مني في راس المساله ايه؟ ان انا احسب الاستريس. كلنا عارفين ان الاستريس هو فورس على اريا. القانون بتاعنا المره دي بالنسبه لو انا بحسب باكلينج، فانا بقسم فورس على اريا
وبضرب فوق في الأوميجا. الأوميجا دي هي مين؟ الباكلينج فاليو. يبقى أنا ببقى عامل حساب الباكلينج اللي هيحصل للكولم عشان أبقى عارف الاستريس اللي هيقع على البيم قد إيه عشان أقدر أختار الماتيريالز بتاعتي المناسبة للكلام ده. بعد ما حسبت الرقم ده هيطلع لي السيجما الاكشوال اللي هتأثر على الكولم. بناء على الكلام ده بعمل تشيك بقى، هل السيجما اللي طلعت دي اقل من او يساوي السيجما اللوبل بتاع الماتيريال بتاع البيم؟ انا قايل لك ان الماتيريال بتاعت البيم عباره عن ستيل 37، ففي تيبل هتلاقيه في الداتا شيت بتقدر تطلع منه قيمه السيجما اللوبل دي. التيبل ده ايه هو؟ التيبل ده هتلاقي ان انت هتدخل بحاجه اسمها الكيس اوف لود، دي طبعا هحددها لك، مع الاستريس تايب بتاعي. طيب ده كده الحاله الاولانيه. طيب عشان ما انتهش تعالوا نطبق اكزامبل على الكلام ده. ادي بروبلم 1. بروبلم 1 بيتكلم على ان انا مديك جيفن كروس سيكشن اوف كولن اي بي بي 280. يبقى انا محدد لك ان انا عندي الكروس سيكشن بتاع الكولم هو سيمبل كولم. سيمبل كولم ده الكود بتاعه او ده النوع بتاعه. طيب الماتيريال اللي متصنع منها الكولم ده هي ستيل 37. مديك في الجيفن حاجه اسمها الكيس اوف لود، بيقول لك ان هو ايكوال 1. مديك حاجه اسمها الماكسيمم كومبريسد فورس، دي القوه اللي هتقع على الكولم بتاعك 130 ميجا بوم. وقايل لك ان الباكلينج لينس، يبقى انا هنا مديك مباشره الاس كي بتساوي 4.8 متر. طبعا احنا قلنا هنا انا ممكن بدل ما اديك الاس كي احدد لك الاند كونديشنز ايه هي واقول لك الكولم لينس ايكوال كام وانت تقدر تطلع الاس كي. طيب مطلوب مني ايه؟ مطلوب الحاله الاولانيه بتاعتنا ان انا احدد الكومبريسيف ستريس اللي واقع على الكولم وقارن ده مع الالاوبل ستريس. يبقى ده شكل الاكزامبل او شكل البروبلم. نبتدي الحل. اول حاجه احنا عندنا ما يسمى ب البيم كود، اللي هو لو رجعت كده انا مديك ان هو كام اي بي بي 280. في مجموعة تيبلز عندك في الداتا شيت كل تيبل مكتوب عليه الكود بتاعه، يعني مكتوب فيه حاجة اسمها الـ IBB، في حاجة اسمها الـ IBBL، في حاجة اسمها الجويست سيريز. فدول ثلاث أنواع من الـ I. أنا محدد لك إن هو IBB، فأنت هتيجي كده هتلاقي التيبل مرسوم السكشن بتاعه فوق، طبعا مش موجود هنا، هتلاقيه في الداتا شيت مرسوم شكل اي، ومكتوب على التيبل تحتيه الديسكريبشن اوف جوينت ويز هايت كذا اي بي بي. يبقى ده كده الاي بي بي. حلو، بدخل التيبل ازاي؟ اول خانه عندك مكتوب عليها السكشن تايب، يبقى انت هنا السكشن تايب اللي انا مديهولك جوه المساله هو الاي بي بي. طيب اي بي بي كام؟ 280. 280 دي بتعني الهايت بتاع السكشن ده، يعني الاتش اهي ب 280. يبقى انا هنزل كده معاه ادي 280. محتاج ان انا اجيب مجموعه من البروبرتيز. مجموعه البروبرتيز بتاعت الشكل هي مين؟ هي الاريا بتاعت الشكل، بدل ما انا بحسبها لما كنا بنحسب لما كنا بناخد المومنت اوف انيرشيا كنت بقسم الشكل مثلا لثلاث مستطيلات وابتدي احسب الاريا بتاع كل واحد واجمعهم وطلع التوتال اريا. لا، هنا التيبل مدياني التوتال اريا مباشره، فلما يكون الاي بي بي 280 يبقى دي الاريا بتاعته، اديتك مثلا اي بي بي 300 يبقى دي الاريا بتاعته وهكذا. طيب يبقى انا عندي 280 الاريا بتاعتي ب 131، واخد بالي ان ده بالسنتي متر سكوير. بعد كده بمشي شوية بلاقي حاجة اسمها الـ IX كابتا اللي هو المومنت اوف انيرشيا حوالين محور X، هتلاقيه بـ 19270. بعد كده همشي شوية هلاقي الـ IX سمول، بعد كده همشي جنبه IY كابتا
واي واي سمول. دي مجموعه البارامترز او مجموعه البروبرتيز اللي انا محتاجها. يبقى انت هنا اديتك اول معلومه دي، يبقى انت اول خطوه هتعملها هتروح تجيب البروبرتيز بتاعت الشكل اهو. يبقى انا كده بدات اجيب according to section IPB 280 من التيبل، بحدد البروبرتيز اوف سيكشن، بيطلع لي ال A والاي اكس والاي واي والاي اكس سمول والاي واي سمول. بعد كده تاني خطوه بتحسب حاجه اسمها الديجري اوف سلندرنس، اللي هي قلنا اللمدة اللي باخدها بعد كده واجيب منها قيمه الباكلينج اللي هيحصل للكولم. اللمدة ايكوال ايه؟ اس كي على اي مينيمم. اروح من البروبرتيز اللي انا جبتها، عندي اي اكس ب 12.1 سنتي والاي واي ب 7.9 سنتي، يبقى المينيمم دلوقتي هو الاي واي. يبقى انا دلوقتي هقسم على الاي واي. حلو، انا كنت مديك الاس كي دي ب 4.8 متر، يعني كام سنتي؟ 480 سنتي. وناخد بالنا من دي قوي ان انا اظبط اليونتس عشان ما يطلعليش الرقم غلط. يبقى انا ده 480 سنتي على 7.9 اللي هي الاي مينيمم من الاي اكس والاي واي. حسبت الكلام ده طلع 67.7. طبعا لما باجي اقرب بقرب للاعلى، يبقى بقرب الرقم للاعلى، ولازم لامدا ده يبقى رقم صحيح. طيب عرفت ان اللامدا ب 68. جميل. طيب الاوميجا دي جبتها منين بقى؟ هاخد قيمة اللمدة مع، انا مديك في المسألة ان الماتيريال بتاعتي كام؟ ستيل 37. يبقى انا هروح دلوقت باللمدة 68 والستيل 37. في تيبل عندك كده هتلاقي مكتوب عليه ستيل 37، هتلاقي الخانة اللي هنا دي والخانة اللي في الاخر دي، دول مكتوب عليهم لمدة من فوق. طيب ماشية ازاي؟ ماشية 10 20 30 40 50 60 70 80 90 وهكذا. تمام؟ وافقي كده ماشية 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب القيمة اللي عندي بتاعت اللمدة اللي طلعت لي هي كام؟ 68. فهاجي كده من الخانات اللي هنا هوصل عند 60 اهو. انا مش عايز 60، انا عايز 68. يبقى من الافق كده هوصل عند 8. يبقى ادي 8 مع 60 تقاطعهم مع بعض اهو هيديني الرقم ده. الرقم ده هو الاوميجا اللي هو 1.39، اللي هي قيمة الباكلينج او الباكلينج فاليو. يبقى تاني انا بدخل التيبل على حسب نوع الاستيل اللي انا بديهولك. في جدولين عندك، في جدول للستيل 37 وجدول للستيل 52. انا في المسألة دي قايل لك ان هو ستيل 37، هتاخد الستيل 37 مع قيمة اللمدة اللي انت حسبتها، هتلاقي ان قيمة اللمدة اللي انت حسبتها كانت 68. الرأس ده ماشي 10 20 30 40 وهكذا، انت هتوصل عند 60. انت القيمة بتاعتك 68، دي الارقام ماشية من 1 ل 9، يبقى انت هتاخد ادي 8، يبقى 8 مع 60 وتروح مقاطعهم مع بعض هيديك رقم. الرقم ده بيمثل الاوميجا بتاعتك. يبقى انا اهو معنى كده ان انا كده جبت from table of steel construction عند اللمدة equal 68 ونوع الستيل ستيل 37 جبت قيمة الاوميجا بتاعتك. طيب بعد كده هروح الخطوه الثالثه ان انا هعوض في معادله الماكسيمم كومبريسيف ستريس. السيجما قلنا ايكوال فورس على اريا مضروبه في الاوميجا او قيمه الباكلينج. الفورس انا كنت مديها لك جيفن في المساله، مديها لك ب 130 ميجا بوند، ضربتها هنا في 1000 عشان احولها من ميجا بوند لكيلو بوند، وضربتها في قيمة الأوميجا اللي احنا طلعناها من شوية، وقسمتها على الأريا توتال. يعني إيه أريا توتال؟ احنا عندنا الشكل بتاعنا سيمبل، يعني هو شكل واحد ليه أريا واحدة، لأن بعد شوية هناخد حاجة اسمها الكومباوند كولم.
فممكن ان الكولم يبقى مكون من اكتر من شكل وانا بجيب له الاريا التوتال بتاعته. فانت هنا عشان ما عندكش غير سيمبل كولم فالاريا بتاعته كانت كام؟ 131. 131 دي جت منين؟ من البروبرتيز بتاعت الشكل اللي احنا طلعناها من التيبل. يبقى انت لما تقسم الكلام ده طلع ده الرقم بتاعي، طلع 1379.4، يعني تقريبا 1380. اليونت هنا اصبحت بالكيلو بوم والاريا كانت بالسنتيمتر سكوير، يبقى ده الناتج بتاعي. جميل. الرقم ده بعد ما طلعته ده الاسترس اللي هيأثر على الكولم. طيب الكولم ده مصنوع من ماتيريال معينه اللي هي ستيل 37. الستيل 37 ليها اللوبل ستريس معروف، فبالتالي بروح للتيبل بتاع الستيل بتاع اللوبل ستريس وابتدي اعرف الرقم اللي يتحمله قد ايه. ففي تيبل كده عندنا اهو مكتوب عليه كده اللوبل ستريس فور كونستراكشنال كومبوننت ان كيلو بوند بير سنتيمتر سكوير. هروح هدخله بايه؟ بدخله بنوع اللود. طبعا اللود دايما هديهولك بالنسبه للكولم عباره عن كومبريسر، يبقى انا باثر بكومبريسيف لود. نديك انا نوع الستيل، يا اما هديك ستيل 37 يا ستيل 52. في المساله بتاعتنا انا مديك ستيل 37 ومديك حاجه اسمها الكيس اوف لود. يبقى اديك الكيس اوف لود حاله اللود الحاله واحد او الحاله اتنين. فانا هنا مديك ان الكيس اوف لود بواحد، ده في الجبل. يبقى ستيل 37 مع الكيس اوف لود واحد مع نوع الحمل بتاعي كومبريسيف يبقى السيجما بتاعتي بكام؟ ب 1400. يبقى انا هنا هرجع، يبقى انا هقول according to الستيل 37 والكيس اوف لود بواحد السيجما اللوبل بكام؟ ب 1400. طيب وانا مطلع السيجما كالكوليتد او السيجما اللي هتاثر على البيم بتاعي ب 1380. يبقى في الحاله دي السيجما اللي انا حسبتها اقل من مين؟ من السيجما اللوبل. يبقى هنا هقول له الديزاين از سيف. لو طلعت اكبر يبقى هقول ان الديزاين نوت سيف وابتدي اشوف هبتدي اتعامل ازاي. يبقى ده كده المساله الاولانيه البسيطه جدا، ان انا لو بتعامل مع ايه؟ لو بتعامل مع ان هو سيمبل بيم بتعامل او سيمبل كولم، سيمبل كولم بيتعرض لستريس وانا عايز احسب الاستريس ده وابتدي اشيك عليه. دي الحاله الاولانيه. ارجع بقى تاني واشوف ايه هي الحاله التانيه. طيب الحاله التانيه بالنسبه للسيمبل كولم نمره اتنين، بقول لك لو انت بقى مطلوب منك ان انت تعمل ديزاين للكولم according to given f and l or s key. بمعنى ايه؟ يعني انا هعرفك الفورس اللي بتقع على البيم او هعرفك الاستريس اللي بيقع على الكولم ده، وعايزك تعرف لي الدايمنشنز بتاعه الكولم. يعني انا هعمل الحاجه العكسيه. طيب يعني انا ما عنديش معلومات اعرفها في البدايه، يعني انا مش هديك في البدايه اقول لك ان هو اي بي ال مثلا 200 او اي بي ال 300، مش هديك نوع السكشن ايه، فانت مش عارف السكشن اللي هتستخدمه. في الحاله دي بعمل ايه بقى؟ الخطوه الاولانيه ببدا من الاخر، اللي هو ببدا بقيمه السيجما. السيجما ايكوال فورس في اوميجا على الاريا توتال، وبقول ان الكلام ده المفروض يبقى اقل من او يساوي مين؟ سيجما اللو. طيب مين اللي اقدر اجيبه دلوقتي؟ اللي اقدر اجيبه دلوقتي السيجما اللوبل. طيب السيجما اللوبل قبل ما اجيبها هلاقي حاجه، اللمضه لما كنت بحسبها كنت بحسبها بناء على ايه؟ كنت بقول ان اللمضه ايكوال الاس كي على الاي مينيموم. مين الاي مينيموم؟ الاي مينيموم هي الاي اللي انا بجيبها من الاي واي او الاي اكس بتاعت الشكل ده. طبعا امتى؟ لو انا عارف نوع الشكل اصلا، يعني انا لو مديك في اول المساله نوع الشكل فانت بتروح تجيب البروبرتيز بتاعته. طيب انا مش مديك الشكل، يبقى بالتالي الاي مينيمم انت مش هتعرفها، فاصبح ان اللمضة بالنسبه لك غير معلومه مش هتقدر تحسبها. طيب في الحاله دي يبقى الاوميجا اللي موجوده في القانون هنا مش هقدر اوصل لها، لان انا بوصل لها عن طريق اللمضة. طيب في الحاله دي
انا كاتب لك في الداتا شيت ان انت اول حاجه هتعملها هتروح تجيب السيجما الاول بالطريقه اللي احنا شفناها، ان انا معايا نوع الاستيل ومعايا نوع اللود اللي هو كومبريسيف ومعايا الكيس اوف لود مثلا واحد او اتنين، بقدر احدد السيجما اللوبل بتاعي. طيب يبقى انا حددت السيجما اللوبل دي، والاف دي معاك جيفن، الاوميجا غير معلومه، الاريا غير معلومه لان انت بتدور على الاريا اصلا، فانت كده سويت الرقم ده بدول عشان تطلع الاريا. فناقص لك دلوقتي ان انت لو طلعت الاوميجا تقدر تعرف الاريا بتاعت الشكل هي ايه، ومنها تقدر تحدد نوع السكشن. طيب في الحاله دي هعمل ايه عشان اجيب اللامدا؟ لو لقيت الاف اللي انا مديها لك في المساله اكبر من 200 ميجا بوند، لو انا قايل لك مثلا ان الاف ب 250 ميجا بوند، يبقى تقول لي انا هفرض قيمه لللامدا من كام لكام؟ من 40 ل 60 في الرينج ده. طيب لو الاف اقل من 200 ميجا بوند يبقى اللامدا من 70 ل 90. خلينا نتفق برضو على حاجه عشان ما نعملش اكتر من موديل انسر، يبقى احنا هنتفق لما اجي افرض هفرض في بدايه الرينج، يعني لو انا الحاله دي هفرض ان اللامدا ب 40، لو انا الحاله دي هفرض ان اللامدا ب 70 وهكذا. طيب بعد كده لو انا فرضت اللامدا بقيمه، فاللامدا بقت معايا ومعايا نوع الستيل مديهولك جبن، في الحاله دي تقدر عن طريق اللامدا ونوع الستيل اللي هو 37 او 52 تقدر تجيب قيمه الاوميجا من التيبل. بعد كده من هنا اصبح ان الاريا توتال من الايكويشن دي اكبر من او يساوي الاف في الاوميجا على السيجما اللوبل. سيجما اللوبل اللي انت طلعتها اف انا مديها لك جيفن، اوميجا انت جبتها بناء على الفرد ده او ده من التيبل. القيمه دي اتحسبت دلوقتي، يعني الاريا توتال انت عرفت هي اكبر من كام. طالما عرفت ان الاريا توتال اكبر من كام، يبقى انت بعد كده هتروح تختار بقى، يعني سي مثلا ان الاريا توتال طلعت اكبر من 120 سنتيمتر مربع، انا هبقى محدد لك السكشن تايب، بس مش هبقى محدده لك هو رقمه كام، يعني مش هقول لك زي المساله اللي فاتت ان هو اي بي بي 300 او اي بي بي 280، ال 280 او 300 دي انا مش هقولها لك، انا هقول لك ان هو اي بي بي. طيب انت طلع لك اريا، الاريا دي اكبر من 120 سم، يبقى انت هتروح تدور السكشن بتاع الاي بي بي على مين؟ على اريا اكبر من الرقم اللي طلع وتختاره. طالما اخترته يبقى انت هتلاقي الرقم بتاعه قصاده، هتلاقي ان هو موجود مثلا ان هو اي بي بي 280 اي بي بي 300، وهنشوفه دلوقتي في الاكزامبل. بعد ما عملت الكلام ده انت اخترت سيكشن فعلي بالبروبرتيز بتاعته، موجود له الاي، موجود له الاي اكس كابيتال، الاي واي كابيتال، الاي اكس سمول، الاي واي سمول، بقى عندك داتا حقيقيه، فتروح عامل تشيك للديزاين، تعيد الحسابات من الاول كانك بتبدا المساله اللي فاتت من اولها، ان انا عندي بروبرتيز بتاع الشكل وابتدي احسب مره ثانيه تمام، وابتدي اوجد اللامدا الاكشوال الاس كي على الاي مينيمم، لان انا دلوقتي قدرت اجيب سيكشن الاريا بتاعته اكبر مثلا من 120 سنتي سكوير، فالاي مينيمم بقت موجوده فحسبت لامدا اكشوال، من اللامدا اكشوال قدرت ان انا احسب اوميجا اكشوال، الاوميجا اكشوال اخدها واعوض في القانون هنا بتاع الاستريس، الاوميجا اكشوال مع الاريا اللي طلعت مع الاف هيطلع لي سيجما، لو السيجما دي طلعت اقل من السيجما اللوبل فعلا او بتساويها يبقى انا الديزاين بتاعي تمام. لو حصل ان هي طلعت اكبر من السيجما اللوبل يبقى انا لازم اغير السيكشن اللي انا اخترته. تعالوا نشوف الكلام ده في اكزامبل 2. ادي اكزامبل 2، المره دي بقول لك ان انا عندي سيمبل كولم، يبقى انا ما زلت شغال على سيمبل كولم، الماتيريال بتاعتي ستيل 37، الكيس اوف لود ايكوال 1، الماكسيمم كومبريسيف فورس مديها لك، وقايل لك الكولم لينس ايكوال الاس كي، يعني قايل لك ان ال ايكوال الاس كي مش قايل لك الاند كونديشن، فقايل لك ان الاس كي مباشره ب 4 متر.
المرة دي طالب مني ايه؟ الـ required section of the beam، يعني انا عايز اعرف الاريا بتاعت البيم ده، تمام؟ وهديك معلومة تانية جوه المسألة، هقول لك نوع السكشن اللي انت هتختار. حلو، نبدأ. اول حاجة هعملها هروح للتيبل بتاع الالاوبل ستريس اللي احنا لسه جايبينه من شوية. انا مديك هنا ان ستيل 37 الكيس اوف لود بواحد، وقايل لك ان نوع اللود بيبقى كومبريسد، فانت قلت لي اكوردنج تو ستيل 37 الكيس اوف لود بواحد سيجما اللوبل هطلعها ب 1400 كيلو بوند بير سنتيمتر سكوير. جميل. طيب انا ما عنديش هنا نوع البيم، ما عنديش الرقم بتاعه كام عشان اقدر اروح اجيب البروبرتيز بتاعته، يبقى انا مش هجيب بروبرتيز، هروح اعمل ايه؟ هشوف الفورس اللي انت مديها لي جيفن في المساله. انا قايل لك ان الفورس بكام؟ ب 110 ميجا بوند. ال 110 دي يعني اقل من 200، يبقى اقل من 200 ميجا بوند. لما تكون الفورس اقل من 200 ميجا بوند يبقى اللمضه الاسامشن بتاعها بيبقى من 70 ل 90. فانا هنا زي ما اتفقنا ان انا هفرض في بدايه الرينج، يبقى انا خدت اللمضه بكام؟ ب 70. يبقى انا هنا فرضت اللمضه ما طلعتهاش من الكالكوليشنز او من القانون. طيب خدت اللمضه ب 70، لما خدت اللمضه ب 70 يبقى انا هروح للتيبل بتاع الستيل كونستراكشن اللي هو التيبل اللي بجيب منه الاوميجا. ادخل معايا كده في تيبل اللي هو بتاع الستيل 37 وادخل بلمضه ب 70، تمام؟ قاطع الاثنين مع بعض هيديك ان الاوميجا بكام؟ ب 1.41، تمام كده؟ طيب بعد ما حسبت الاوميجا ابتدي بقى اعوض في القانون. المرة دي انا ما بدورش على سيجما، انا بدور على اريا توتال، عايز الاريا بتاعت السكشن بتاعي بتساوي ايه. فهنا هضرب الفورس في الاوميجا على السيجما اللوبل. الفورس عندي كانت ب 110 بضربها في 1000 عشان تبقى بالكيلو بون، بضربها في الاوميجا اللي انا طلعتها بناء على الفرضية بتاعت اللمضة، ما تنساش الحتة دي. طيب بناء على الكلام ده طلع ان الاريا توتال بكام؟ اكبر من او يساوي 110.8. يبقى انا دلوقتي طلع لي ان السكشن اللي انا بتعامل معاه او الكولم اللي انا بتعامل معاه الاريا بتاعته اكبر من الرقم ده. باجي انا احدد لك في المسألة، اقول لك ان انا مديك ان هو IBBL series، بس مش محدد لك هو مين، يعني مش قايل لك هو IBBL 200 ولا 220 ولا 240. فانا بقول لك المعلومه دي في المساله، بقول لك ان السكشن بتاعي اللي انت طلعت له الاريا ده هو واحد من السيريز دي. حلو، فانت بتعمل ايه؟ الاريا اللي انت طلعتها كام؟ ب 110، فانت بتقول لي لازم اخد اريا اكبر منها، فبتروح للتيبل بتاع IBBL سيريز وتيجي على الخانه بتاعه الكروس سكشنال اريا وتشوف اكبر اريا بعد ال 110. هنا لو بصيت دي حاجه و90 اللي بعدها على طول 112، يبقى انا بختار اكبر اقرب اريا، اكبر اقرب اريا، يبقى اخترت ال 112. قصاد ال 112 دي لو دخلت قصادها كده هلاقي ان هو ده مين؟ الكروس سكشن تايب IBBL 300. يبقى انا حددت ان السكشن بتاعي اسمه IBBL 300. بناء على الكلام ده او التحديد ده اللي انا دخلت بالاريا اللي انا حسبتها، هبتدي اجيب مين بقى؟ الاي اكس، هبتدي اجيب الاي اكس سمول، الاي واي والاي واي سمول. يبقى انا جبت كل الحاجات دي، اصبح كده كاني ببدا المساله من اول وجديد. يبقى انا الاولانيه كانت فرضيه فرضتها عشان اوصل للاريا، وصلت للاريا خدت الاريا ودخلت بيها مع نوع السكشن حددت هو انهي سكشن. يبقى انا هنا بناء على ان انا عملت تشوز للنيرست لارجست اريا فروم تيبل اخترت الاي بي بي ال 300، البروبرتيز بتاعت السكشن ال 300 هي دي اللي احنا طلعناها من التيبل. كده بقى عندي خواص بتاعت الشكل، اقدر احسب مين دلوقتي؟ اللمضه اكشوال. يبقى انا هنا مش هعمل اسامشن لللمضه، يبقى اللمضه هنا عباره عن الاس كي على الاي مينيموم. اس كي انا كنت مديها لك ب 4 متر في المساله اللي هي 400 سنتي،
هقسمها على الاي مينيمم. الاي مينيمم في دول هي الاي واي اللي هي 7.49. طلع لي ان اللامدا بكام؟ ب 53.4. لما قربتها بقت 54، في حين ان الاسامشن لو تفتكر انا كنت فارض اللامدا بكام؟ ب 70. يبقى انا بناء على الاكشوال الجديده دي قيمه الاوميجا هتتغير. يبقى انا هاجي كده هقول عند لامدا ب 54 وستيل 37 هلاقي ان الاوميجا ايكوال 1.24. يبقى انا هاخد الاوميجا دي اعوض بيها في القانون بتاع السيجما، كاني بعمل تشيك مره ثانيه على السيجما. يبقى الفورس 110 في ال 1.24 على ال 112 اللي هي الاريا الجديده بقى. يبقى انا مش هستخدم الاريا ال 110، انا خلاص استقريت ان انا عملت سيلكت او اخترت الاريا اللي هي ال 112. لما احسب الكلام ده طلع كام؟ 1218 كيلو بوند على سنتيمتر سكوير. هلاقي ان الرقم ده اقل من السيجما اللوبل اللي هو كان 1400. بناء عليه بقول ان الديزاين سيف. انا كده قدرت احدد قيمه الاستراكشر الحقيقي بناء على فرضيه انا عملتها ورجعت عدلت في الفرضيه دي مره ثانيه. ده كده الحاله الثانيه، لو هو مطلوب منك الكروس سيكشن اريا بدون ما يديك معلومات عن نوع السيكشن بالظبط. طيب كل الكلام اللي احنا قلناه ده كان البيم عباره عن او الكولم عباره عن سيمبل كولم. طيب لو دخلنا بقى نتكلم على ما يسمى بالسوليد كولم او الكومباوند كولم، ده شكله قدامي في بعض الابليكيشنز زي مثلا الكباري او زي الاشكال اللي هي بتبقى معقده او كومبلكس شيبس، بلاقي انه ما ينفعش ان انا استخدم السيمبل كولم لوحده، فبالتالي الكولم بيبقى عباره عن كومباوند كولم او سوليد كولم. فانا لو بصيت للشكل اللي قدامي هلاقي ان الكولم اللي قدامي ده مكون من مجموعه اشكال. طيب الاشكال اللي انا اعرفها في شكلين عباره عن سي شانك، عباره عن حرف سي. يبقى انا هنا كانهم سيمبل كولم سيكشن سي بس في اتنين منه، وفي هنا ملحوم معاهم او متركب معاهم زي جزء ريكتانجل. يبقى ريكتانجل من فوق اهو الدايمنشنز بتاعته عباره عن عرض بي والارتفاع بتاعه والهايت بتاعه اتش، وهنا نفس الكلام ده نفس الدايمنشن بتاع المستطيل اللي تحت، والسي ده والسي ده في مسافه بينهم اسمها ايه. طيب لو انا بصيت احنا لما كنا بنجيب في السيمبل كولم كنت بطلع البروبرتيز بتاعت الشكل، كانت عباره عن الاي اكس اللي هو المومنت اوف انرشيا حوالين الاكس بس لمين؟ لسيمبل شيب، وكنت بطلع الاي واي اللي هي المومنت اوف انرشيا حوالين الواي ده برضو للسيمبل شيب. هنا انا لما بحسب اللمبة للشكل كله، فعشان كده لازم انا اطلع الاي اكس حوالين محور اكس للشكل كله والاي واي للشكل كله. طبعا اللي موجود في التيبلز عندك دي للسيمبل كولم، يعني انت مش هتلاقي شكل زي ده موجود له الاي اكس بتاعته او موجود له الاي واي بتاعته، انت اللي لازم تعمل ايه؟ تحسبه. طيب حاجه تانية، احنا كنا بنطلع من ضمن البروبرتيز حاجه اسمها الاريا. الاريا كنت مثلا لو انت عندك الشكل على شكل سي بس او على شكل اي بس او على شكل ال بس، كنت هتروح من البروبرتيز بتاعه الشكل تقدر تطلع قيمه الحاجات دي. طب انا دلوقتي عندي شكل كامل زي ده مش هلاقي له جوه التيبلز اي معلومات، فلازم أنا احسب التوتال اريا بتاعته. يبقى انا محتاج احسب التوتال اريا، محتاج احسب الاي اكس التوتال والاي واي التوتال. الكلام ده بقى يتحسب ازاي؟ لو انت مطلوب منك نفس الحاله الاولانيه،
زي ما احنا شايفين، لو انا بتعامل مع الحالة الاولى ان انا given section type dimension of rectangle، يبقى مديك الابعاد اللي موجودة على الكولم هنا سواء بتاعت السكشن او بتاعت الريكتانجل اللي هو البي والاتش، الدايمنشنز كلها اللي محطوطة على البيلت ان كولم او الكومباوند كولم. يبقى انا كده هبتدي جوه المسألة هديك كل الدايمنشنز دي، وهديك الفورس، وهديك معاهم قيمة الـ SK. طبعا في حاجة على الرسمة اسمها الـ EY، دي برضو هنقول هنجيبها ازاي من داخل الـ Tables بالنسبة للـ C section. الـ SK برضو هديها لك given سواء برقم مباشر او ان ليها علاقة بالـ Column Length او الـ End Conditions، احددها لك ان كانت Fixed او Free Fixed او Bind، يعني هديك حالة من الحالات اللي موجودة عندك في الداتا شيت. طبعا مع الجيفن اللي انا مديها لك دي هبتدي احدد الفورس او الاسترس المطلوب بالنسبة للكلام ده، بمعنى ان انا محتاج احسب الاريا توتال، واحسب الاي اكس كلها بتاعت الشكل، واحسب الاي واي كلها بتاعت الشكل، وابتدي اعوض في القوانين بنفس السيكونس اللي كان بيتم بالنسبة للسيمبل كولم. طبعا ده القانون اللي هبتدي اعوض فيه، السيجما ايكوال الاف في الاوميجا على الاريا توتال. طبعا الاريا توتال هنا هي الاريا بتاعت الشكل بالكامل، والشكل بالكامل هنا المفروض ان هو عبارة عن مستطيلين واتنين سيكشن على شكل حرف سي. يبقى انا لما ابتدي اكتب القانون بتاع الاريا بالنسبة للشكل ده، طبعا انا هبقى مديك نوع السكشن. طبعا هنا الاريا توتال اهي عبارة عن 2 مساحة مستطيل زائد 2 اريا سكشن، ايا كان شكل السكشن اللي انا مديهولك بقى سواء اي سواء ال سواء سي. يبقى انا هنا كاتب لك ان هو اريا سي 2 اريا سي. طبعا الاريا سي انا جبتها من البروبرتيز بتاعت الشكل، انا هبقى مديك في اول حاجة given section type، وبناء عليه انت هتبقى جايب الاريا بتاعت السكشن، وجايب الاي اكس بتاعته والاي واي بتاعته والاي اكس سمول والاي واي سمول وكل والاي واي بتاعته وكل المعلومات بتاعته. تمام، بناء على الكلام ده هبتدي احسب الاريا سي. الاريا ريكتانجل بياناتها موجودة على الرسمة، اللي هو العرض في الطول بتاعها، يبقى البي في الاتش هيديني الاريا بتاعت المستطيل. يبقى انا من هنا اقدر احسب قيمة الاريا توتال بتاع الشكل. بعد كده هبتدي احسب قيمة الاي اكس بتاعت الشكل ككل. طيب احنا عندنا الاي اكس بتاعت السي سيكشن او السيكشن اللي موجود من البروبرتيز بتاعته، انا المرة دي عايز حوالين محور X اللي هو الداش لاين اللي موجود وحوالين محور Y احسب IX و IY للشكل. طبعا كان عندنا نظرية زمان اسمها نظرية نقل المحاور، لو انا الشكل بتاعي كومباوند ومكون من اكتر من جزء فبعمل ما يسمى بنظرية نقل المحاور، فهلاقي ان المحور بتاع الريكتانجل بعيد عن المحور بتاع الشكل اللي هو الداش لاين الاكس اكس بمسافة اسمها السي، فبالتالي هلاقي ان المحور بتاع المستطيل او الاي اكس بتاعت المستطيل محتاجة ان يتعمل لها نقل محاور، بينما السي سيكشن هلاقي ان هو متماثل حوالين الاكس اكس بتاعت البيلت ان كولم او الكومباوند كولم، فبالتالي هبتدي اعمل او اطبق نظرية نقل المحاور على الكلام ده. فلو بصيت على الاكويشن اللي انا كاتبها تحت هتلاقي ان موجود عندك ان انا كاتب 2 اي اكس سي، يبقى السي هتلاقي ان هو متماثل زي الشكل كده متماثل حوالين محور اكس، يبقى مش محتاج ان انا اعمل له نقل محاور فبنزله زي ما هو. يبقى انا كاتب تحت اهو في الاكويشن
2 اي اكس بالنسبة للسيكشن سي، لان انا كده مش هنقله محاور. لو هما طبعا قطاع واحد او شكل واحد يبقى كنت هكتبها اي اكس سي بس، يبقى هنا 2 اي اكس سي. طيب ابص على المستطيل، لو انا بصيت على المستطيل بالنسبة للداش لاين هلاقي ان هو محتاج يتنقله محاور. نظرية نقل المحاور بتقول لي ايه؟ ان انا بجمع الاي اكس بتاع الشكل بلس الاريا بتاعته مضروبة في البعد العمودي او البعد اللي انا هنقل بيه سكوير. بمعنى اللي عايز يتعمله نقل محاور هو المستطيل، فباخد الاي اكس بتاعت المستطيل بلس الاريا بتاعت المستطيل في السي سكوير. السي سكوير اللي هي المسافة ما بين الاكس اكس بتاع المستطيل والاكس اكس بتاعت الكولم او الكومباوند كولم. طبعا الكلام ده سهل ان انا احسبه، يعني الاي اكس بتاعت المستطيل ليها قانون تتحسب منه، والمسافة سي سهل ان انا اطلعها من على الدايمنشن بتاعت الرسمة. طبعا الكلام ده هنشوف هنعمله ازاي بالنسبة للاي اكس بتاع الكل. لو بصيت على الاي اكس بتاعت المستطيل وبدأت اعملها، كنا بنقول زمان ان احنا بناخد الكلام ده في السترينث اوف ماتيريال في الجزء بتاع المومنت اوف انيرشيا، كنت بحسب الاي اكس بتاعت المستطيل ان انا بقول الموازي في العمودي تكعيب على 12. يعني انا دلوقتي لو باخد اي اكس يبقى الموازي المحور اكس هو البي والعمودي هو الاتش، يبقى انا لو عايز الاي اكس بتاعت المستطيل هو البي في الاتش تكعيب على 12. لو بتكلم على الاريا اهو، لو انا بقول دلوقتي ادي الاي اكس، يبقى الاي اكس بتاعت المستطيل هي الموازي في العمودي تكعيب على 12، يبقى بدي اتش تكعيب على 12. طيب بالنسبة للاريا يبقى انا هضرب البي في الاتش. بالنسبة للسي، لو انا بصيت على السي الاقي ان من الخط الاحمر لحد نهاية المستطيل دي بتمثل نص الاتش بتاع المستطيل، يبقى اتش على 2 للمستطيل، اتش مستطيل على 2. ولو بصيت من نهاية المستطيل لحد السنتر لاين او الداش لاين المسافة دي بتمثل نص السي سيكشن، يبقى انا هنا هاخد الاتش سيكشن على 2. يبقى السي هي عبارة عن نص الاتش بتاع المستطيل زائد نص الاتش بتاعت السيكشن. يبقى انا كده حسبت المسافة اللي هنقل بيها المحور بتاع الريكتانجل لفوق. طبعا الاي واي زي ما اتفقنا دي مسافة هنحتاجها برضو، هنلاقيها في التيبل بتاع البروبرتيز. يعني انا لما بدخل بنوع السيكشن اللي هو السي هلاقي من ضمن البروبرتيز بتاعته الاريا والاي اكس والاي واي والاي اكس سمول والاي واي سمول، وهلاقي كولم في الاخر كده موجود فيه قيمة الاي واي. لو انت فتحت الداتا شيت عندك هتلاقي قيمة الاي واي دي موجود. بنفس الكيفية لو انا هبتدي احسب قيمة الاي واي، هبص على المحاور، يبقى انا دلوقتي عايز احسب الاي واي، ادي الداش لاين اللي بيمر بالكولم او البيلت ان كولم، ده كده الاي واي بتاع الشكل ككل. المتماثل حواليه هو المستطيل، يبقى المستطيلات هي اللي موجودة متماثلة، يعني مش محتاجة عملية نقل محاور. اللي هيحتاج نقل محاور هو مين؟ هو السكشن سي. يبقى انا هنا هنزل الاتنين اي واي بتاعت المستطيل في المعادلة اللي فوق ايه؟ يبقى 2 في الاي واي مستطيل. حلو. بالنسبة للسكشن هتلاقي ان الاي واي بتاعته بعيدة عن الداش لاين بمسافة اللي هي اي واي زائد الجزء الفاضي ده. الجزء الفاضي ده لو بصيت فوق هو نص الاي دي، يبقى انا لو عندي المسافة ايه هاخد نصها زائد الاي واي اللي انا مطلعها من البروبرتيز بتاعت السي سيكشن، هجمع المسافة دي على بعضها هيبتدي يديني قيمة الديستانس
اللي انا هنقل بيها المحور بتاع السكشن. يبقى هنا هكتب 2 مضروبة في الاي واي سي، الاي واي سي اللي هو السكشن اللي انا مديهولك جيفن، زائد الاريا بتاعته اللي هي موجودة عندي من ضمن البروبرتيز اللي انا طلعتها من التيبل، مضروبة في الديستانس سكوير. الديستانس سكوير اللي هي المسافة دي اللي هي الاي واي بلس النص اي الكل سكوير. يبقى انا من هنا هقدر اطلع قيمة الاي واي. طبعا الاي واي بتاعت المستطيل نفس الكلام، احنا كنا بنقول الموازي في العمود تكعيب على 12، يبقى الموازي هنا لمحور واي هو الاتش في العمود تكعيب اللي هو البي على 12. يبقى ده كده اداني قيمة الاي واي بتاعة الريكتانجل او المستطيل. يبقى انا هنا اقدر اعوض في المعادلات بتاعة الاي اكس والاي واي، واقدر من خلالهم اطلع البروبرتيز بتاعة البيلت ان كولم او الكومباوند كولم. طيب بعد كده هحسب الاي مينيموم. طبعا انا كان لما بطلع البروبرتيز في السيمبل كولم كان بيبقى فيه اي اكس كابيتال واي واي كابيتال. طيب هنا هنا مفيش الاي واي سمول والاي اكس سمول اللي هم كنت بطلعهم من البروبرتيز بتاعت الشكل، فببتدي احسبه. باخد جذر الاي مينيمم، بشوف مين المينيمم في الاي اكس او الاي واي، واقسمه على الاريا توتال. يبقى انا شفت من الكالكوليشنز اللي انا عملتها اشوف مين المينيمم فيهم، هل هو الاي اكس ام الاي واي، وابتدي اقسمه على الاريا توتال واخد له الجذر، فهيطلع لي قيمه الاي مينيمم. طبعا الاي مينيمم ده هو اللي انا بستخدمه عشان اجيب منه مين اللامدا. اللامدا قلنا بتساوي الاس كي على الاي مينيمم، والاس كي زي ما اتفقنا هتكون جيفن بالنسبه لك سواء مديها لك مباشرة او مديها لك related للكولم لينس اللي هي من العلاقة. بعد كده باخد اللامدا اجيب منها حاجة اسمها الاوميجا او الباكلينج فاليو، اللي بعد كده بضربها في الفورس واقسمها على الاريا توتال، فاقدر من خلالها اطلع مين السيجما، واعمل تشيك عليها بالسيجما اللوبل اللي احنا بنجيبها من التيبل. طيب بعد كده بعد ما عملت الكلام ده وجبت قيمة السيجما اللوبل، في بعض الاشكال اللي انا بستخدمها او بعض الديزاين اللي بعمل منها البيلت ان كولم في بعض الابليكيشنز. الاشكال دي بستخدمها لان الابليكيشنز دي بتتعرض لهيفي لود، بيبقى فيه احمال كبيرة بتتعرض ليها، فبالتالي انا ما بستخدمش سيمبل كولم لوحده، انا بعمل ما يسمى بالبيلت ان كولم او البيلت اب كولم. البيلت اب كولم لما يكون الكومبريشن ممبرز بتاعتي بتتطلب لارج ستراكشر، ممكن ان انا اعمل 2 اي مع 2 ريكتانجل، 2 سي مع 2 ريكتانجل، 2 سي بمفتوحين للخارج او مقفولين للداخل. يعني في اشكال كتيره ممكن تلاقيها داخل الاكزامبلز، او ممكن اعمل لك كومباينيشن منها داخل الاكزامبل واطلب منك ان انت تحسب لي الفورسز بتاعتها او الفورسز اللي ممكن تشيلها او تتحمل بيها او قيمة الاسترس اللي ممكن تتحمله، واعمل تشيك على الاسترس ده. طبعا الكلام ده هتلاقيه مثلا زي الكباري بيستخدم البيلت اب كولم وبيبتدي يعمل بعض الاشكال اللي موجود. ده اكزامبل او اخر اكزامبل في الليكتشر عندنا بيتكلم على البيلت اب كولم او الكومباوند كولم. زي ما احنا شايفين الشكل بيتكون من 2 ريكتانجل وبيتكون من 2 سيكشن عبارة عن اي. الاي طبعا ببقى مديك البروبرتيز بتاعته او مديك التوصيف بتاعه، فانا كاتب لك عليه هنا ان هو اي 340. طبعا الاي كان في منها اي بي بي او اي بي 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 ال، كان في منها جوستس سيريز. طبعا هنا انا قايل لك في المساله ان هو جوستس سيريز ومديك البيانات بتاعه المساله. طبعا بناء على نوع السكشن اللي انا مديهولك بنفس السيكونس بقى ونفس الخطوات اللي كنا بنعملها، هبتدي مع البيانات اللي انا مديها لك، مديلك الكيس اوف لود
ومدي لك الباكلينج لينس ومدي لك نوع الماتيريال ان هو ستيل 37 وطالب منك الماكسيمم الاوبل كومبريسيف ستريس. يعني انا طالب منك ان انت تحسب لي قيمه الكومبريسيف ستريس اللي هيقدر يتحمل بيه الكولم ده. طبعا مديك الدايمنشنز على الرسمه اللي هي المسافه ما بين السكشنز. فانت هتبتدي تحل عند او according to section type اللي هو الاي 340 جوست السيريز من التيبل. هروح اجيب البروبرتيز بتاعت السكشن. افتح بقى معايا كده الداتا شيت وخش عند الاي 340 جوست السيريز وابتدي طلع البيانات بتاعته. هتلاقي ان انت هتطلع الاريا، هتطلع الاي اكس كابيتال، الاي واي كابيتال، الاي اكس سمول، الاي واي سمول، وطبعا الاتش بتاع الشكل او الارتفاع بتاع الشكل لان انا هحتاجه هتلاقيه ب 340 ملي اللي هو نوع السيريز اللي انا مديهولك. يبقى انا كده جبت قيمه او البروبرتيز بتاعت جزء من البيلت اب كولا. طيب مطلوب مني مين؟ مطلوب مني ان انا احسب الفورس. القانون الاساسي بتاعي هو ان السيجما ايكوال الفورس في الاوميجا على الاريا توتال اقل من او يساوي السيجما اللوبل. يبقى انا لو عايز الاف ماكسيمم هضرب السيجما اللوبل في الاريا توتال واقسمها على الاوميجا قيمه الباكلينج فاليو. سهل جدا ان انا احسب قيمه السيجما اللوبل. جيفن في المساله نوع الستيل قايل لك ان هو ستيل 37، مديك الكيس اوف لود قايل لك ان الكيس اوف لود بتاعتك بواحد، يبقى السيجما اللوبل بتاعتك هتطلع ب 1400 او 1400 كيلو بوند على السنتيمتر سكوير. طيب بعد كده بالنسبه للشكل بتاعي هبتدي احسب له الاريا توتال والاي اكس والاي واي. الاريا توتال من الواضح في الشكل ان احنا عندنا ان البيلت اب كولم مكون من اتنين سيكشن ومكون من مستطيلين، والمستطيلين انا مديك الدايمنشنز بتاعتهم عليهم بس خد بالك ان الابعاد بالمليمتر. يبقى الاريا توتال هنا هي عبارة عن اتنين اريا ريكتانجل زائد اتنين اريا سيكشن. الاريا ريكتانجل عندي اللي هي 420 في 12، يبقى اهو هاخد ال 86.7 دي بتمثل الاريا بتاعت السكشن اللي انا طلعتها من البروبرتيز بتاعت الشكل، وهاخد الاريا بتاعت الريكتانجل اللي هي 42 في 1.2 لان انا هنا حولتها للسنتي عشان الاريا بتاعت السكشن كانت بالسنتيمتر، وهضربهم الاثنين في اتنين يبقى هتطلع لي الاريا توتال بتاعت الشكل. يبقى انا كده حصلت على الاريا توتال بتاعت البيلت اب كولا. بعد كده هبتدي احدد الاي اكس والاي واي بتاعت البيلت اب كولا. يبقى انا لو اعتبرت ان ده الداش لاين اللي قدامي هو اللي موجود في النص ده، فهلاقي ان انا لو بجيب اي اكس المحور بتاع اكس هتلاقي ان هو متماثل حوالين الاي. هو طبعا مش ظاهر هنا، يبقى انا هجيبه في نص الرسمه كده. هتلاقي راسم لك في نص الرسمه ان الاكس اكس بيمر بالسنتر لاين بتاع السكشن وبعيد عن الريكتانجل. يبقى اللي محتاج نقل محاور دلوقتي هو مين؟ الريكتانجل. طيب يبقى نفس الكلام هكتب تحت في المعادله بتاعت الاي اكس ان 2 اي اكس سيكشن، يبقى 2 في الاي اكس سيكشن اللي هي 15700 دي اللي مطلعها من البروبرتيز بلس 2 في اللي هيحصل له نقل محاور هو المستطيل. يبقى باخد الاي اكس بتاعت المستطيل اللي هي بي اتش تكعيب على 12، يبقى 42 في 1.2 تكعيب على ال 12 بلس الاريا بتاعت المستطيل، الاريا بتاعت الشكل اللي هي برضو بالسنتي 42 في 1.2 في السي سكوير المسافة اللي انا هنقل بيها. طبعا قلنا نص الاتش بتاعت المستطيل زائد نص الاتش بتاعت السكشن. الاتش بتاعت السكشن اللي هي 340 ملي يعني
اللي هي بتمثل 34 سنتي. يبقى انا 34 سنتي على الاثنين ده الاتش بتاع السكشن، 1.2 سنتي على 2 ده اللي هما ال 12 ملي بتوع الريكتانجل او الاتش بتاعت الريكتانجل. طبعا الكل سكوير، يبقى انا كده طبقت النظريه بتاعت نقل المحاور وقدرت احسب قيمه الاي اكس. بنفس الكيفيه هبتدي احسب قيمه الاي واي. طبعا هنا هبص على المحور بتاع الشكل اللي هو الواي واي، هلاقي اللي متماثل حواليه هو الريكتانجل، بينما اللي بعيد عن المحور بتاع الشكل هو السكشن. يبقى اللي محتاج نقل محاور دلوقت هو الاي سكشن بالمسافة اللي هي نص المسافة بتاعت ال 280. يبقى انا هاجي هنا هقول ان الاي واي ايكوال الاتنين اي واي بتاعت الريكتانجل، لان هو كده متماثل حوالين المحور ده، تمام؟ بعد كده بلس اللي هيحصل له نقل محاور هو مين؟ هو الاي واي. يبقى انا هنا 2 في الاي واي سيكشن زائد الاريا بتاعت السيكشن في المسافه بتاعتي اللي هي نص ال 280 دي، اللي هي نص في 28 طبعا عشان تبقى بالسنتيمتر. يبقى بناء على الكلام ده هبتدي احسب القيمه بتاعت الاي واي. يبقى انا حسبت الاي واي بنفس الكيفيه بتاعت الاي اكس، شفت مين المتماثل حوالين محور واي ومين اللي بعيد عن محور واي، عملت له نقل محاور وابتديت اطلع هنا اهو اللي هو الاتش تكعيب الاتش في البي تكعيب على 12 بلس الجزء بتاع الواي. طبعا بعد ما عملت الكلام ده يبقى انت حصلت على قيمه الاي واي ماكسيمم، الاي واي والاي اكس الماكسيمم اللي هي الكابيتال اللي هي بتبقى بالسنتيمتر اس 4 المومنت اوف انرشيا. بعد كده ببتدي احسب الاي مينيمم اللي انا هستخدمها مع اللمدة. انت ممكن تحسب الاي اكس سمول والاي واي سمول، وممكن تكتفي ان انت تحسب الاي مينيمم مباشره بان انت تبص على قيمه الاي واي كابيتال والاي اكس كابيتال اللي طلعت لك وتاخد منهم المينيمم وتحسب دي معاك ودي معاك. هنا لما انا حسبت لقيت ان الاي واي هي اللي طلعت ب 13.52، يعني دي الاي مينيمم، فدي اللي انا هستخدمها مع مين؟ مع اللامدا. طبعا انا كنت مديك في بدايه المساله ان الاس كي او الباكلينج لينس ب 5.5 متر اللي هو 550 سنتي، هقسمه على الاي مينيمم اللي هو ب 13.52، يبقى هتطلع لي قيمه اللامدا بالكسر ده. طبعا بقرب الكسر ده الرقم صحيح، يبقى اللامدا ب41. بعد كده هروح للتيبل بتاع اللامدا مع الستيل تايب اللي انا كنت مديهولك في المساله ب 37. عند لامدا ب41 لو فتحت عند الستيل 37 هتلاقي قيمه الاوميجا ب1.14. يبقى انا كده طلعت قيمه الباكلينج فاليو. بعد كده هبتدي اعوض في الاف ماكسيمم. الاف ماكسيمم يبقى انت هتعوض بالسيجما اللوبل في الاريا توتال اللي انا حسبتها على قيمه الاوميجا او الباكلينج فاليو، هيطلع لك الكلام ده قيمه الفورس اللي ممكن احمل بيها البيلت اب كولم بتاعي. يعني هتلاقي تقريبا ان هي طالعه 33,600 او 3,336,737 336,737 كيلو بوند. طيب يبقى انا كده قدرت احسب قيمة الاف ماكسيموم اللي ممكن احمل بيها البيلت اب كولا. يبقى انا كده وصلت لنهاية المسألة. يبقى كل المطلوب منك ان انت توصل لقيمة الاف ماكسيموم، او لو انا طالب منك الاستريسز اللي ممكن يتحملها الكولم ده يبقى تقدر تحسبه من القانون بتاع الاستريس. طيب بعد كده ممكن اغير لك في المسألة. طبعا هنا الاف ماكسيموم ايه طلعت بالميجا بوند،
حسبتها ازاي. طيب بكده يبقى خلصنا مع بعض الجزء او بارت 1 اللي احنا درسنا فيه الشوت، السكرو كونفير، البيلت كونفير والكولا. طبعا بارت 2 ان شاء الله يكمله دكتور حمود معاكم. بالتوفيق يا شباب، ربنا معاكم ان شاء الله. طبعا اي درجات هنتواصل ونشوف هتتم ازاي.